البداية وقبل لا نبلش حابب أحكي لكم تركت لكم بصندوق الوصف تحت رابط لقناة قرآن كريم، إذا حابب تكسب الأجر وتجمع شوية حسنات انزل تحت فوت القناة واشترك فيها. ليه ما ينفعش؟ خش شمال كده تامر. لا اخرج تمام. هو الواد بنت بتضرب الولا، انت ايه دخلك بينهم ولا مين انت شايف؟ ولا انا مش شايف حد، والله مش شايف حد. مين اللي بيضربني يا وار؟ يا وار انا مش شايف اللي بيضربني يا اسطى. في واحد والله ما شايفه. اضرب، قول لي اضرب 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 اضرب. هو بضرب. ايه ضربت حد؟ انت بتضرب. هو مات. هو بيجري وراك. سيبك منه. انا مش شايفه اقسم بالله ما شايفه. بص اطلع فوق. خش شمال. اول ما تطلع خش شمال. شمال اهو. دي مين ده؟ هتلاقي في واحد جوه مستنيك عايزك. ده طبق بالاسم. قال لي هات لي تامر. ده بالاسم. يا عم في حد بيضربني يا عم. مخفي مجلتش. اجري منه اجري منه، ده مجنون. طب ايه اروح فين؟ خلاص كده خلصنا المدرسة صح؟ المدرسة كده خلصت. خش بقى ايه الحتت اللي جنبها بقى وكده. يا حد والله ما قصد. انت داخل تقول الناس السلام عليكم تقوم مديهم بالكرسي في عينهم. ما شفتش بالغلط والله. ولا ايه الغلط هيتعمل تاني. يا نهار اسود. ده معاه ايه؟ معاه سونجة كبيرة. امشي. شطبه بوشه. والله شطب وشه. شطب وشه؟ شطبه. كان هيشطبني ابن المشطوبة. ولا السكينة فين؟ تعال يا انت مت؟ ابلع. فين ورا ويرو؟ قول لي هم كانوا هنا صح؟ مين مزعل؟ مين مزعل بس انا عايز افهم. ادي بص يا جدعان انا ما كانش قصدي والله. يا نهار اسود. ما كانش قصدي. مش عايز اذيكم. مش عايز اذي حد. بص امسك الازاز اللي هناك دي وزقلها عليهم. ايه ده؟ زق. الا ايه ده؟ هم ماتوا بالسرعه دي يا اسطى؟ يا ابني عيب. يا ابني انا تامر يا ابني. طيب ارجع بقى. ايوه اتاكد بقى المبنى المكتبه فاضي، سوبر ماركت فاضي. انا بص هنفخهم. هنفخ لحد هنا. بنتها. خد لك. اقول لك ايه؟ بص ايوه. طب اقسم بالله انا خايف من اللي خد منشار. ما لا مفيش ولا حاجه فيهم شغال. خد منشار. بقول لك عليه. خد منشار. المنشار عم. لا مش ده المنشار ورا. ايوه انا ولا في شوت جنات كتير هنا. بص بالله عليك اسمع اللي هقول لك عليه بقى. لا اوكي. لا خد منشاره. المنشار قوي جدا. بص يا صاحبي ده بيدي يوم هيت لاي حد. فين البتاع؟ فين في حد هنا؟ ايوه الريستورانت وبعدين للشاطئ. انت داخل يخرب بيت ام عنفك. اقسم بالله خلصتك عليهم. او يخلصوا عليا يعني. بص هو في حد هيخلص على حد بس مين الله اعلم. بالغلط والله الكرسي وقع مني بالغلط يا معفن. وقع منك ازاي؟ طيب ما اعرفش كنت ماسكه في امان ربنا ام ايه. وقع مني. طب اضرب. ما ضرب. اضرب. مش لازم انت تحد في الناس بالكراسي. انت طب الراجل ميت على الكرسي تقوم انت واخد منه الكرسي. يا ما تسرع ما تزعقش. خد لك كرسي وخش الناس الوسخه اللي جوه دي. دول بقى مش شتموك بامك، دول شتموا العيله كلها براحتك. يا معفنين. يا معفنين. دول يا وراويرو. دول يا صاحبي. ولا دول البتاع مش عايز يضرب. دول ده مش بيموتوا من هيت. ايه بص بقى. إيه؟ بص اخر حاجه. ايه ده لسه عايش ازاي ده؟ مش عارف. اقول لك انا مش عايز الصحنه ده، عايز السونجا دي. قول لي بقى. بص
اكيد في حد هنا. استنى اخرج. لا ما فيش كده هنا خلاص كده المنطقه دي كلها كلير. بص روح الشاطئ يا ور. اقسم بالله انا سامع صوت حد. هو الراجل ده ما ماتش مش مات جوه؟ مش عارف الشاطئ فين. هنا ايوه الشاطئ اهو. طول يا ور انت لازم تموت. مفاجأة؟ ماشي انا مش هقول لك عليها غير لما تخلص على كل الناس اللي في الشاطئ. لا 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 اضرب اضرب اي واحد فيهم عشان كلهم يتجمعوا عليك احسن. ليه يا عم يتجمعوا عليا؟ ايه بص ده معاه ايه؟ ايه ده؟ ولا بطلوا بتاعك فين يا؟ بطلوا بتاعك فين؟ ايه ده في ايه؟ ما انت ما بتبص على الخيال الا ليه؟ ادي ادي بقول لك ادي احتفظ بالابيليتيز بتاعتك يعني حاول انت تجمع الابيليتي الثانيه يا تامر عشان هنحتاجها قوي قوي هنحتاجها يا عبيد. بس بدل ما يمد ايده عليه بس بدل ما يزعق هيهي. اقول لك ايه عايز اي حاجه اضرب فيها. طيب انت روح هناك بقى يا عم. الراجل ماله؟ ما هو ماله عايز حاجه اضرب فيها. هلا يا ولية امشي يا ولية يا ولية. عيب كده عيب. ما ينفعش تظهري بالفيديو كده. ما ينفعش والله. ايه يا عم ايه انت ايه؟ اضرب بايدك انت ما عندكش غير رجل يا ابني. عشان اطيرهم بعيد عني فاهم. بصي نلعب بوكس نلعب بوكس بوكس. بص بوكس 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 كده واحد وكده واحد كده واحد وكده واحد. ايه ايه بقى يخرب بيتك بالايد. اهو بس ده ماتت. دي ماتت كده اللي تحتك دي ماتت. يا ماتت خلاص. ايه يا عم ايه الصوت ده؟ بسم الله. تامر انت معاك الابيليتي الثانيه؟ لا الاولى. طيب ماشي جمع الثانيه. ضروري ضروري انا مش بهزر. امشي يا بت امشي يا بت. اقعد واد يا بت واد يا بت واد يا بت. بس مات 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 مات. امشي يا بت. كمل على ضرب كمل على ضرب. لسه مات خلاص ماتت والله. بقى الشله اللي هناك دي مالها؟ ما تستخدمش عليهم ابيليتيز لازم تقتلهم عادي. اوكي ماشي ما تضيعش الابيليتيز. هنا بقى انت عندك حاجات ازاز البيبسي دي ما ترميهاش. ايوه اضرب بيها. شاطر اهو. امشي اهو. هلا ما في ازايز ثانيه يا صاحبي. في ازايز شفت نفخت في ازايز. خد ازايز واضرب بيها. اوكي انا نخلص على دي. اختفت ماتت صح؟ والله بتختفي قدامي يا وار. تعال انت البندانه بتاعتك ما عجبتنيش. نختار حد لا هدومك مش تمام. ايه انا اسف. اضربها بالرجل اضربها بالرجل بس. تعالى ادي. ايوه بس. بص الازايز على قد ايه ده؟ عايز ايه؟ اضرب البت دي. خد منها ازازتها. بيبو ماسكين ازايز اصلا. ايوه يا نهار اسود كانت هتلف دماغي. ايه بس خد منها الازاز. خد الازاز. هو معايا ازاز كتير. فنش لوحدهم دول يا ده. انت بترميهم بترمي الازازه ليه؟ لا ما رميتهاش والله هي اتكسرت على دماغها. اوه معاك. انت تلعب ازازه ضد ازازه. ابلع الازازه دي. ابلع انت دي. اور احنا خلصنا على المدينه اور. ما ينفعش والله. خد الازازه دي روح بقى فنش اللي هناك دول. دول اهو اهو اهو. لما يقول لك ان فاضل عدد معين قول لي. اوكي خلصت عليه. هو دلوقتي مالكش ازاي؟ انا معايا الابيليتي الثانيه على فكره. لا ما تستخدمهاش. هخليك تستخدمها بس اصبر. انا لقيت حاجه حلوه. امشي يا معفن. يلا اضربه اهو. بضرب. امشي بس خد ازايزه. اللي يقع خد ازازته. يا نهارك اسود. امشي اهو امشي اهو. فاضل لي تسعه. فاضل تسعه. عيب مش انا اللي اموت وهو فاضل تسعه. وراويرو مجهز لي مفاجاه كمان. قولها مو تبلع. فاضل ستة كده. فاضل خمسة. اللي قدامك على الارض لسه عايش.
لا اللي قدامه بقى. ايوه اللي قدامه، اللي قدامه وده كمان. عم موت يا عم تنيل. اختفى يا ورا، اختفى يا ورا. ايه ايه املك اهو. مات مات. اتفضل اربعه فين؟ بص بقى بص، خش الميه، خش الميه، خش الميه. بص حمود يا عم خش. ولا انت الكاميرا بتاعتك قافله من امتى؟ والله ما اعرف. مستخبي ها؟ خش الميه انت اكيد مش حمود. خش يا عم والله، خش الميه. ده سبونج بوب. امشي امشي قدام يا عم، امشي قدام. بص في في دو ده هناك اهي، شايفها؟ شايفها. دي هتعمل الابيليتي الثانيه وتضربها قبل ما تنزل تحت. الثانيه ولا الاولى؟ الثانيه، الثانيه الابيليتي الثانيه ما تسيبهاش تنزل تحت. بس 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 عايش عايش. اخرج بقى دور على الثلاثه الثانيين. هما في الميه ولا بره؟ بره الميه. اعمل خط بقى. هو ايه ده؟ هو ده بيولع ده ولا ايه؟ لا لا هو مش بيولع، هو ده ابو عين ملعوب فيها. هزر ده حقيقة ده؟ ده بقى والله حقيقة. بص ده بقى بيتقال عليه حيوان وحيد القرن. ماشي ده انت يا تشتم وتجري. بص المهم ان ايه، يعني انت تواجه بعض من الصعوبات. ايه ده؟ ده بيهرب يا ابن ال... ولا بلاش منه، ده غشيم. بلاش منه. ليه؟ انزل على اديله اديله يعني ما تسيبوش يقوم. دم دم مش هموت بسهوله بجد، مش هموت بسهوله بجد. انزل على امه في الدماغ. ده ده ما انا بقول لك، ما انا بقول لك. فاكر ايه؟ بس بيختفي يا اخي لما انزله. انا بضرب فيه كده. انا مش شايفه. اهو املك اهو اهو. اقسم بالله ما سايبك. خش المحل ده وقت لو هات حاجه تضربه بيها وخلاص. روح السوبر ماركت. مفيش حاجه هنا في البتاع دي. ايوه الازاز. ايوه حدف امه بيها. هلا كده راح فين يا راجل؟ قرب والله هيقرب، والله هيقرب، هيقدر يوصل لي. راح فين؟ امسك وحد الكرسي ولا ايه؟ امسك وحد. لا ده انت معاك قصه طويله. امسك وحد براحتك براحتك يا راجل. ايه حدف حدف اهو حدف. لا دي مدي لي انت. ايوه في دماغه بقى، في دماغه. انا مش عارف الضربه دي. ايوه اضربه بقى، اضربه، انزل عليه ضربه. امسك كرسي وانزل على امه. انت هتخلص كل حاجه في البتاع دي حاليا. بتهزر يا وار؟ مش بهزر والله يا اسطى، والله مش بهزر، بتكلم بجد. اوف ايه يا عم؟ هو ده اخر حد ولا ايه؟ يعني هو مش الاخير لسه؟ لسه فاضل واحد مش عارفين هو فين. عبيط ما تفيضوش، ده غشيم يا تامر. غشيم والله، ضربته وحش. براح انا قلت لك وخلاص. امشي يا تمام كده. ايه بسم الله بسم الله بسم الله. ايه يا مجنون؟ شفت عامل ازاي؟ انا فجاه لقيته قدامي. ايوه انا بقول لك، انا بقول لك الخدمه دي ممكن يكون فيها حاجه على فكره. امشي يا اخبط الخزنه دي بالرجل عشان تفتح. اوكي في لحمة. خزنة يا اسطى مش التلاجة، مش التلاجة يا اسطى، الخزنة. اطلع فوق يا ده انت. ايوه اخبطها بقى. مش تفتح ليه؟ فتح فتح فتح. شوف كده فيها اي سلاح ينفع. يا زبالة يا زبالة يا نهار اسود. ابو عين واحدة الكلب. يا ابني ازاي؟ يا ابني ازاي؟ يا ابني ازاي؟ يا معفن. انا ما انا بقول لك ايده طرشه. اوف انزل عليه ما تسيبوه. ده بيقول ايه؟ ايه يا عم؟ ايه يا ورد؟ بص انت قدامك، انت قدامك حل من حلين. ايه هو؟ قول ماشي، يا تفيطه يا تطلع تجري. ما
انا بفايت. انا لو منك والله العظيم اطلع اجري بكل جد والله. وبعدين اجري لحد امتى؟ والله هيخلي. العظيم لو منك اطلع اجري والله العظيم. مش هيموت يعني ولا ايه؟ ده في صحه، ده على قلب امه قد كده. انا لو منك اطلع اجري لحد امتى؟ طيب مستحيل، ده عايز له حلقتين ده. مش عايز يموت ابن الصرم بجد بجد. ايه ده؟ امشي يا عم. وراح فين؟ هو في قصة امه في الارض اهو. يخرب بيت. انت لو طلعت، انت لو طلعت الكرسي بيتكسر وبرضه هو مكمل. واه واه وش مين؟ لا بيقول كوف اللي هو ده بيلعب كونغ فو. ايه ده؟ ايه قول لي انه مات. امشي اهو. بص انا مش هسيبه يقوم. ايه امشي اهو. اخده برا. هلا. بص بص يا عم كسرت وشه اقسم بالله. انا قلت لك ايه؟ فتح عينه. انت ممكن تسحبه للسوبر ماركت، هو هيمشي وراك للسوبر ماركت وهناك اضربه بالمناشير. اعتقد هيخلصوا عليه. صح. ثانيه بص كده على الاستاد لو في حد، لان ممكن الاخير ده يكون في الاستاد. الاخير مش ممكن يكون المخفي ده؟ لا لا مش ايدي جلتشت. انت لسه ما خلصتش. انت بتعمل ايه؟ بدور على السوبر ماركت. تعال عبيات. هو هيجي، هو هيجي لك ما تقلقش. هو جاي لك. هو جاي جاي وحامل حاجه. جاي وحامل حاجه. هو عارف انت في، ما تقلقش. ماشي خد المنشار. المنشار قوي جدا، اقوى حاجه في اللعبه دي المنشار. ماشي. بقول لك ايه، لف كامله. ايه في زراير، في زراير اسمها كل. كل اضغط عليها كده. ولا عند المناشير. مش بهزر. انا خاف تقتلني انا. لا لا مش تقتلك انت، تقلقش. كل هناك هناك هناك. ستة قدر تدوس عليهم كلهم. بص إيه؟ على كده مات. انا اللي يا ابن اللذينة. في دماغه، في دماغه، في دماغه. انزل بقى عليه بالبتاع في دماغه. ده ايه ده يا عم؟ انا مش شايف حاجه من البتاع دي اللي بيدي. ايه يا عم ما تموت بقى. الله الله اكبر. جملي جملي بجد جملي. ايه ده؟ قوله جملي يا اسطى. بص الحاجه تتكسر من ايدك، خد واحده تانية. والله ده الجنجمته اصلا اتمسحت. يعني هو اصلا إيه عم؟ موجود. انا بجد مش فاهم هو ازاي لسه في الرجاء. ايه ده؟ ده ايه ده؟ تامر. ايه تامر خليه يموتك. هو هي تقريبا ملهاش عدل غير كده بجد. لا يا عم ليه؟ ده انت شرحت ام وبرضه لسه في صحه. ايه ده بجد؟ بلا ده الوحيد اللي مارست عليه اقصى انواع العذاب. ولسه عند الروح. اديله. ايه 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 يخرب بيت. اديله. ايه مات؟ مات؟ لسه. يخرب بيته، يخرب بيته. ولا انا ضربته في كل حاجه حرفيا. ايه ده؟ بص ده جمجمته يا تامر هي اللي باينه البياض. طب اجيب له ايه؟ اجيب انا اجرب دي. انت عايز خمسه منها في وش امه ده. ايه اهو. ايه لسه؟ طيب طيب اختار يا وار. اختار. تعالى ده. الدباسات دي في كل واحده فيها واحده. ادبس وش امه دلوقتي. موت. اصلا ما بقاش فيه. هو الراجل ما بقاش فيه اصلا وش، بس هو وساخه منه. ايه ده؟ هو معاه ايه؟ سيبيو.
ليبيا معفن دي نجيله بيها. ها ايه ده؟ سيبيا ايه ده؟ بسم الله ايه ده؟ ايه ده؟ شوف الواد الاخير اهو الواد الاخير كان نايم في الرف. ايه ده بجد؟ الواد كان نايم في الرف. بس فاضل 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 الوحش ده وتبقى انت كده خلاص. مستحيل ايه ده بجد؟ كان مستخبي ده؟ ولا اجر البتاع دي على دماغ اهلك. حاول تضربه في دماغه بس ما روش فيها اهو اهو. وده مش دماغ ولا ايه؟ انت معاك ايه ابيلتيز؟ معاك مثلا معايا الشوك ويف بس. لا مش هتعمل معاه حاجه، ده ابن مجنونه ده. طب ايه؟ يا نهار اسود. اختار لك ايه؟ اختار دي مبدئيا كده وجيب وار. اختفى وار. وار هو راح فين؟ ماشي يا عم انا مش شايفه والله مش شايفه. كده 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 ظهر صح؟ لا حي والله اختفى. يا نهار اسود وار راح فين؟ هو يعني وراك ورايا هنا؟ انا ما اعتقدش كده كده. انت رحت في داهيه. طب اضرب فين؟ اضرب فين؟ لا هو انت بتجري منه، هو بيجري وراك اصلا. هو فين طيب؟ هنا؟ على شمالك. ايوه ارجع ارجع له. انت بتجري منه ليه طيب؟ هو هنا طيب؟ ايه؟ ايوه هو هنا. ما انت اثبت. ايه فين؟ هو كده وقع على الارض؟ مات! الله اكبر! مات فين؟ مات ما اعرفش. يا الله! الله اكبر! تخيل الشوك ويف تقتله؟ الله اكبر معقولة؟ خش بقى في البوابة دي. ارجع. ارجع يا ده ارجع. ايوه ايوه في اخر الشارع ده شايف يو ار اكزيتنج بيتلر سيتي. سلام عليكم. مش عايز يلعب اي حاجه تاني. 43 دقيقه تصوير يا جدعان يا جدعان حرام. الحقونا اغيثونا بجد. لا بجد بص الفيديو ده انا لازم اقرر مع وار هو ينزل واحد ولا ينزل ثلاثه. فباي باي.